اليوم عندنا طابخة راح ترجعنا إلى أكثر من 60 سنة ورا. نعم، هي الطابخة ذي، طابخة الموى شربيان. طابخة الموى شربيان كانت على أيام الأوليين لما يطلعون كاشته ويروحون سواء البرجة ولا البحر، فكانوا يسوون هذه الطابخة. هاي قصتها من نقول قبل 50-60 سنة. خلكم معاي، راح اعرفكم على المكونات وراح اتكلم معاكم بعد اكثر عن الطابخه ذي، بس راح اعرفكم على المكونات. طبعا راح نستخدم بصل، وهي طريقتنا نفس المكبوس. عيش استخدم تقريبا حوالي كيلوين، وعندنا ربيان نقعته في ماي حوالي 4 ساعات 5 ساعات الربيان. طبعا اول ما تاخذون الربيان بهذه الطريقه يابس يكون، فعلى اساس انكم تشيلون منه الملوحة حوالي كل ساعة تردون تغيرون الماء، كل ساعة حوالي تخلونه 4 ساعات. طبعا احنا نسميه مالح، واهل القرى يسمونه احلى، يختلف المسمى ولكن هو اسم واحد، احلى ولا مالح. وراح نستخدم ماش. طبعا فحت الماش نص فوحة، قطعت لي طماط حوالي نص كيلو، وعندي هني ثوم ويا فلفل، ولا ننسي اللي قلت لكم عنه الاسبار الهندي طبعا موجود، لومي اسود وعيش حشيش ومعجون طماط. في البدايه راح نشغل على النار وراح نحمس البصل، وراح تكون الطبخه ذي شوي غامجه عن المشابيس الغير. في البدايه نشغل النار ونبتدي نحمس البداية البصل. قلنا راح نحمسه من غير زيت بالبداية، طبعا ما بنحط البصل دي كله. هاي نبتدي نحمس فيه شوي شوي من غير زيت، يعني راح نحمس بالماء بس مجرد، كل ما يقل عندنا الماء راح نحمس. عشان بس نكتسب اللون حق المواش. قلت لكم ان احنا الاوليين كانوا يسوون هاي الوجبه حق الكشتات، وكنا يعني لما نطلع في الفريج. طبعا الكشتة ذيك الايام ما تحتصر على بيت واحد، كانوا الحريم يسوون قطيه بينهم وبينهم وبين بعض، يعني كل واحد تجيب شيء، اللي تجيب بصل ولا تجيب عيش ولا تجيب هذه، وتجمعون الفريج كلهم، العيال يستانسون في الرحله. وتبتدي هاي الرحله حق نقول مثلا راحوا النخل، يتيمون كلهم الحريم، هم اللي يطبخون وهم اللي يسوون كل شيء. الوناس مو بوناساتهم، والله احنا وناساتنا احنا، يعني ايش قد نستمتع بهاي الرحله ذي. ننتظرها نقول متى يعود علينا الصيف عشان نروح هالكاشته. وكانت الباصات حطب، على الحديد هذين الاولين، يعني اللي عاش فتره السبعينات والستينات شافوهم، طبعا لاواخر السبعينات وانت موضوعهم. مثل ما قلت لكم راح نحمسه بس بالماء لين يتغير اللون عندي، وبعدين راح اضيف عليه الزيت. موش ربيان. طبعا بياخذ له وقت، لكن خلكم معي خطوة بخطوة عشان هاي الطبخة راح تعجبكم.
اعتقد حريم من هالايام ما يسوون منها. عندهم كله بس مكابيس، مكابيس، مكبوس ربيان، مكبوس لحم، مكبوس دياي، مكبوس سمك. نضيف عليه بس لومي اسود، شيء بسيط. نضيف عليه اللي هو طبعا تتغير عندنا. نضيف عليه ماي بعد شوي، رشة ماي. نضيف نحمصه. تركتني كلها ويا الحماس، بس ان شاء الله تطلع الطبخه تعجبكم، اللي هي قلنا عنها موش ربيان. تغير عندنا البصل شوي لونه تغير، يبي نبعد رشه ماي ثانيه. خلي بس شوي ينشف الماي قبلي اللي حطيناه. لا تخلونه فترة وايد عشان ما يحترق البصل عندكم من تحت، يبقى عندكم مشكلة يلصق البصل اللي تحركون فيه فترة بين فترة وفترة. تحركون في البصل لو تلاحظون بدأ اللون يتغير عندنا من تحت. هاي الرشة الثانية بعد، قلنا كل ما ينشف شوي نرش عليه. طبعا يا حالات الطباخ بالحطب، لان في كشتاتهم ما يودون اياهم لا تشول ولا ذيش الحزه في قاز بعد. نتحكي عن كلمه التشول هي الموقد اللي يبونه. طبعا هذه انا تقريبا من الهند بالغاز كروسين. البدايات كانت هذه، نبتدي ننزل زيت الحين. نبتدي نحمس فيه مرة ثانية. طبعا انتم قاعدين في بيوتكم ممكن تخلونه فترة أكثر، كل مرة تزيدونه ماي لين يتغير لونه يصير شوي أغمج. نزل الثوم، حطيت ثوم وحطيت معاه فلفل أخضر، محتاج وايد. كذلك راح انزل اللومي الاسود بالحبه، راح انزل وياه. طبعا انا استخدم اللومي الاسود اكثر طبخاتي في العيش، استخدم اللومي الاسود، هو يعطي طعم عليه، يكون التست ماله وايد وايد ممتاز. حركة. طبعا قلت لكم في بداية الحلقة راح يكون عندي طبق حلو، وطبق الحلو دي عبارة عن قرص الطابي. راح اعرفكم على المكونات وقت اللي انا اكون اعد هاي الطبخة، بس عشان تحطون بالكم كل واحد يجيب دفتره وقلمه ويبرز روحه. Thank you.
بعد ما تغير عندنا البصل الى لون ذهبي راح نضيف عليه السبار واللي قلت لكم عنه دائما وقت اللي تسوون السمك قلت لكم تنزلون عليه سبار. نحمسه معاه مع البصل تقلغل اللون كله وبعد ننزل عليه شويه معجون طماط نحرك فيه بهالطريقة ننزل بهارات الحين بهاراتنا عبارة عن بزار بحريني مخلوط راح نحط فيه 3 كفاش والجلدان بعد 3 كفاش نحط السنوت قرش ونص راح نحط عليه لومي اسود بهالطريقة عندنا هني قرقوس نبي سباسي شوي حلاته المكبوس شوي سبايسي زايد فلفل شوية ماء بس عشان نحرك فيه نقدر أقول لكم الحرارة شلون هذا عليه كذلك طماط ونبتدي نحرك فيه شوي لا تقولون لي ان انا استخدم زيت وايد انا ما استخدم شوي خليه شوي تحمر عشان يكتسب المكبوس الحين راح ننزل الربيان وقلت لكم في البدايه ان اخذت الربيان اللي هو المالح او الاحلى ونقعته في ماء لمده تقريبا 4 إلى 5 ساعات بين كل ساعه كنت اغير الماء عشان الملح اللي موجود فيه يطيح طبعا ممكن احد يدور في باله ويقول انا ليش قاعد يستخدم ربيان مجفف ولا مالح ولا احلى ما دام كان الربيان متوفر احنا نقول ايام الاول ما كان متوفر ثلاجات ما كان عندهم ثلاجات ولا فريزرات فكانوا لما يصيدون الربيان وفوق طاقاتهم فكانوا يجففون على اساس ان طول الموسم يكون عندهم ربيان نزل عليه ماء شوي طبعا الماش ما بحطه لان انا سويته نص استواء فما بحطه الا لين حطيت العيش معه عشان لو حطيته الحين راح يذوب ننسي الملح بسم الله رش واحدة هاي حشيش بعد ما حطيت المكونات كلها باقي العيش عندي والماش عشان احطه
راح انتظر 20 دقيقة لما يتفاعل المكونات كلها مع بعض علشان الطعم يصير طعم واحد واللي هو المموش ربيان. انتظروني راح ارجع لكم. طبعا رجعنا لكم مره ثانيه ويا الطبقه اللي قلنا لكم عنها المموش ربيان. راح نسوي لكم طبق يمنا اللي هو قرص الطاوي. خلونا نتعرف على المكونات مالته. بداية راح نستخدم طحين، استخدمت كوبين طحين، سكر، زعفران ومي ورد، بيكنج باودر قفشة واحدة، وهيل وبيض. راح استخدم بس بيضتين انا باحتياط وياك. البداية راح احط كوبين طحين، هاي كوبين طحين حطينا، وراح احط سكر حوالي 4 قفشات. لا تنسوا ان احنا راح نحط السكر بعدين. كذلك راح ارش الهيل، رشة هيل وماء زعفران وحليب، اي نوع من الحليب عندكم، قواطي، ممكن تحط بودر، ممكن تحط قواطي، انا حطيت علبتين هني. بيكنج باودر، قفشه، راح اخلطهم مع بعض. راح ننزل عليهم بيضتين. وابتدي اخلط فيهم. هاي طريقة. طبعا نحتاج ماء دافي شوي. راح اطلعون لأي درجة بقوامها تصير العجينة. تنزل فوق الحليب. هاي الطريقة حركها. نحتاج القوام مالها بهاي الطريقة. راح اتركها نص ساعة تتفاعل الخميرة مع العجينة وارجع لها مرة ثانية واصبها لكم. بس قبل راح نحط العيش. قلت لكم ان انا اخرت الماش، ما حطيته على اساس انه هو ما يذوب. الحين انزل الماش وابتدي احركه. ممتاز. ابتدي انزل العيش فيه. بسم الله. انزل العيش. حركة.
برز الطابعي حق القرص الطابعي. قلت لكم راح اخليه حوالي نص ساعة وارجع له مرة ثانية، ما راح اصبه مرة واحدة. فخليناه شوي يتم له نص ساعة وبنرجع له مرة ثانية، يكون عيشنا لموش ربيان يكون جاهز ونبتدي نصب وياه. راجعين لكم فاصل ونرجع لكم. رجعنا لكم مرة ثانية، راح نصب معاكم قرص الطابي. شغل النار. نخلي النار قليل يعني خفيفة وايد، خليها نفس ما نسوي الخنفروش نسوي القرص الطابي. طبعا لو تلاحظون ان في الفقاعات اللي طلعت فوق اللي هي تفاعل الخميرة مع العجينة. وهني خلطنا سكر وهيل ودارسين. طبعا ممكن تحطون بس سكر، تضيفون الهيل برغباتكم، دارسين كلها على حسب الرغبة. راح نحط الزيت، محتاجين بس زيت نمشي عليه، بس زيت. حاول نخليه قد الطابي كامل. نقدر نكيف عليه. طبعا اللي عنده البروش او ممساحة يمسح على الطابي كامل. انا هني مو موجود عندي، راح استخدمه بهاي الطريقة واتخلص من الزيت. راح اخليه على النار، نقلل من النار شوي تكون. راح نستخدم هاي القفشة ونصب بهاي الطريقة. وراح نحركه هاي الطريقة، خليه يتحرك. نزيد على النار هنا ممكن. طبعا ما بيلصق، تلاحظون انه يتحرك بهاي الطريقة. انا اقول ان دائما الزيت تخلطه مع الزبدة شوي وتمسحون عليه قبل لا يسوون القرص الطابق. خلي شوي لين يتحمر من تحت، نبتدي نقلبه على الجهة الثانية. لا تستعجلون معه، خلوا تأكلون من الأطراف. شو الأطراف شلون انشفت هاي الطريقة. تأكد على جنب نشوفها أوكي، نفتح ونقلبها بهاي الطريقة. حركة قصر على النار إن شاء الله، ونخلي بهاي الطريقة هني، ونرش عليه رشة سكر مع الهيل، وأنا ضفت عليهم درسي، حطيت شوي. لان احنا مو محتاجين زيت وايد، شوي نتخلص من الزيت. ونكرر العملية مرة ومرتين وثلاث. ممكن تمسح بهاي الطريقة. نخلي قرص الطابي طبق قديم قديم جدا جدا، وأهلنا الأولين كانوا يحبون هاي الأكلات اللي من ضمنها الخنفروش والكباب، الأشياء الحلوة والحلوى البحرينية دائما
يسوون هاي الأطباق. ما بيالصق نحركه شوي. نشفنا الدهن كلش تحته. راح يكون هش، بعضهم يحبونه يكون شوي محروق من الجوانب، يزيدون عليه الزيت، بس انا خليته هني من غير زيت. هاي الطريقة ورد نرش عليه. راح نسوي لكم مرة ثانية بعد. هاي الطريقة تخلص من الزيت قلنا، ورد نكرر العملية. طبخاتنا شلون؟ نحرك الموش عشان نبخر. نرجع مرة ثانية. وهذه التجربة الثالثة. خلونا نشوفكم على التقديم. رجعنا لكم مرة ثانية. وهاي المواش صار ما شاء الله جاهز، وقلنا لكم راح نخلي لونه يكون قامج. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. ناس تحب هميج وناس تحب ناثري. حالات المكبوس يكون هميج اللي هو مموش ربيان. وهذه قرص الطابي. وصلنا لنهاية حلقاتنا، قدمنا لكم لموش ربيان وقرص الطابي. أتمنى أن الطبخات عجبتكم. طبعا أضفنا لها خضرة، بقر وجرجير، لوزن طبختنا، وتمر. وما نسينا اليوم نجيب قهوتنا لأن عندنا الحلو. نشوفكم في الحلقة الجاية ومع السلامة.